مساء الخير. هنعمل النهاردة صينية بطاطا في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة خالص وحلوة جدا. أول خطوة هنجيب كيلو بطاطا ونقشره بالمقشرة كويس. وبعد كده هنقطعها قطع صغيرة ونحط عليها مية مغلية ونسيبها تتسلق لحد ما تتهرى خالص عشان يبقى هرسها سهل. بعد ما البطاطا اتسلقت كويس ههرسها وهضيف لها كوباية سكر وكوباية جوز هند وثلاث معالق سمنة كبار وبيضة عليها فانيليا ونص كوباية لبن. طبعا السكر اختياري، احنا ممكن نزوده عن كده لو احنا بنحب الحاجة مسكرة، او نقلله عن كده لو اصلا البطاطا نفسها ممكن تكون هي مسكرة زيادة. يعني السكر اختياري، احنا بندوق بنحط مثلا السكر وجوز الهند وندوق الاول، لو حسينا انها محتاجة سكر كمان بنزود ونحط السمنة والبيض والفانيليا ونص كوباية لبن. وانا هكتب لكم كمان المقادير كلها في اول تعليق.
هنقلب كل حاجة مع بعض كويس جدا عشان البيض واللبن يدوبوا. واخر خطوة خالص هنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. هو احنا ممكن نحطها وممكن نستغنى عنها عادي. بعد كده هنقلب البطاطا كلها في صينيه وندخلها الفرن. طبعا احنا على اعلى درجه حراره لان هي كل حاجه مستويه، البطاطا مستويه يا دوب بس تاخد لون من تحت ومن فوق، على اعلى درجه حراره خالص ناخد بالنا منها. وبألف هنا style is the answer to everything.